السلام عليكم. حنا المشكل ديالنا راه هذه 10 سنين دابا يا، وحنا طالعين في 11 عام، وهاد الشركه تسد يعني سدوا فجاه، والناس ما عطاونا زعما الحق ديالنا. حنا ضايعين، رانا كاينين الناس اللي ماتوا والناس اللي محتاجين، الناس مع الازمه يعني راه بنادم محتاج، وما داروا معنا حتى شي حل. يعني هاد الشيء راه طول بزاف، الناس جاوا غير من مورانا وخذوا الحق ديالهم. شركات بزاف الاغلبيه نعرفوا حنا شركات الاغلبيه سدوا وخذوا الحق ديالهم، حنا ما توصلنا حتى شي حق ديالنا. هادشي كلشي كيتباع، المنقولات كلشي تباع، ما توصلنا حنا حتى شي حاجه. كيقولوا حتى يتباع العقار، وامتى يتباع عاوتاني هذا العقار؟ وشوفوا واش عن المنقولات كلشي تباع، المنقولات كلشي تباع، تباع ديال لافورج، ديال سبقوا ديال ايميلانج هو الاول تباع، لافورج، ايميلانج، صفارين، شيلكو، كلشي تباع. وما خديناش اخويا حقنا. حنا حاليا كنطالبوا بالحق ديالنا. تقريبا شحال المده نتوما واقفين على 10 سنين طالعه في 11 عام. 10 سنين كيعيشوكم في الاحلام. عرفتي درنا مظاهره تعيين، ما خليناش، ما صراحه الله مشينا البرلمان، ما خليناش فين مشينا. شحال من شركة عندهم؟ شحال من شركة؟ ديال الفروع اللي كاينين على ما أظن سبعة. كاين سكسي، كاين ميريديان في الرباط وحدة، كاين لافورج، إيميلانج، أنتريك، صفارين، شيلكو. شيلكو الرباط. ميريديان اللي في الرباط. ميريديان قلتها. مازال ما توصلتوش. ما توصلنا حتى شي حاجة نهائيا. المراقب ديالنا هنايا، المراقب اللي متبع لينا. بيان سو عندنا عائلات، عندنا كلشي. راه يعني ما جايه شي عامين ولا ما عرفت 3 سنين، وحنا كنا كنباتوا يعني جالسين كنباتوا هنايا وكل شيء، ولكن في الاخر باش يعني ما يتعطاش لنا حقنا راه ظلم والله. دابا 20 عام يعني سدات صفارين 28/10/2010، داروا معنا باش مشينا التجئنا للمحكمه، يعني مشينا وقفات ما في اخبارنا ما والو، كنا خدامين عادي. تجاو داروا الجرس بان قال لك الشركه سدات وقفات من تما، وحنايا معتصمين ومشينا للمحكمه، تحكمات لينا الدعوه. دابا كاينين الديليغيين اللي هما يا عاسين على الشركه، تياخذوا داك الشيء وتبيعوا وتفرقوا غير بعضياتهم. حنا ما شفنا حتى شي حاجه محكومه لينا من 2010 وما شفنا حتى شي حاجه، وهذا الشيء اللي كاين. حنايا توقفنا في 2010 شهر 10، درنا هنا مظاهرات، جلسنا تضامنا مع بعضياتنا، عندنا مراقب اللي هو كيقابل لنا هاد المسائل ديالنا، درنا الدعوه في المحكمه، عندنا ورقاتنا، ولكن هاد الشيء طول بزاف والناس متضررين. عندنا كاينين الناس اللي ماتوا وتشردوا وليداتهم وتباعوا المنقولات، حنا كنسمعوها 400 مليون 600 مليون 700 مليون، ما شدينا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه. الناس تفرقات، الناس كل واحد في مدينه. انا دابا حاليا جايه من مدينه بعيده باش جايه انا تانا نوقف مع الناس نضامن معاهم، ما شدنا حتى شي حاجه. حنا كنطالبوا من القضاء، كنطالبوا من القضاء انه يشوف من حالنا، لان ديجا نهار توقفت الشركه كاين كريديات ديال الديور، كاين كريدي ديال وفاء، ديال وفاء سلاف، كاين ديال اكدوم، وحنا باقي متابعين منهم. باقي متابعين. المسؤول ديال الشركه فين هو؟ المسؤول ما كاينش، المسؤول برا، المسؤول ما ضيعناش، خلى لنا شغلنا، ولكن القضاء احنا باقيين، احنا كنطالبوا من القضاء يشوف من حالنا. 10 سنين احنا ولينا هنا، المخيره فينا هنايا، المخيره فينا اللي خدمت قليل 10 سنين 11 عام، المخيره. وحنا 1500 10 سنين 11 عام، 1500 عامل، وهاد 1500 عامل تضررت كامله، واللي تضرروا اكثر هما 250 كوبل كانوا عندنا متزوجين، راجل ومرته مزوج، يعني جوج خلصات، جوج خلصات مشاو، الناس هازين الكريدي ديال الديور، هازين بزاف ديال الحوايج. وحنا هذاك الشيء تابعين القانون فيه، وحكمت علينا المحكمه فيه، كاين اللي مشى خلص، كاين اللي باع حوايجه ومشى خلص. ما عندوش باش يخلص. بزاف ديال الناس. ودابا حنا علاش ما تجمعناش بزاف؟ لا هما الناس باقيين واقفين هنا على ود هذا الشيء ديال الكونفيرمون، بغينا شي يكون راك عارف قصه القول. غادي نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دار لنا شي حاجه، وحنا كنطالبوا من القضاء انه يشوف من هذه الدعوه هذه اللي طالت. الدعوه في المحكمه تحكمات، ولكن كنطالبوا القضاء يشوف من حال هاد الناس هادو كاملين، لان راه بزاف المده طالت كثيره. خويا فعلا هذا الشيء اللي قالوا كله كاين، يعني تقريبا دابا 10 سنين هذه الشركه سدات في 2010 نهار 28 شهر، يعني ما شفنا والو، كنسمعوا هذه تباعت، ها المتنقله تباعت، حتى حاجه ما بعث لنا الفلوس 400 مليون والو، الى حد الان ما شفناش ريال. حاليا انت بالنسبه للمراقب اللي
10 سنين وحنا كنعانيو واخا، يعني ما شنا والو، حنا بغينا حقنا.